ملفك ملف تقيل، ملف يعني قول لنا كده، احكي لنا عليه عن الاجتماعيه يعني مع الاعضاء مع المشاكل اللي موجوده، قول لنا ايه اخبار الملف بتاعك. بس انا هبقى واحد من الناس اللي ماسكين ملف الاجتماعيات. ملف الاجتماعيات ده بقى بيتقسم لنقط كتير، يعني مصيف مطروح، القطاعات كلها، الجيم، المطاعم. فممكن تقولي لي نبدا بايه؟ طمنا يعني على كلور اللي في حمام السباحه اللي كان عامل قلق الفتره اللي فاتت. بس هي مشكله اكبر من كده والله. يعني احنا بقى لنا اخر شهرين قعدنا مع كل القطاعات، ممكن امسك لك قطاع قطاع كلهم عندهم مشكله. مشاكل اكبر قطاع عندنا في مشكله، قطاع السباحه في كل القطاعات في مشاكل. بس هي في مشاكل مرتبطه بكل القطاعات، زي موضوع اللبس، الناس ما تسيبش لبس، الاهالي بيلموا فلوس من بعض عشان يشتروا لبس لاولادهم، لما بيروح المطوشه ما فيش اتوبيسات بتيجي تاخد الاولاد، في مشكله في المدربين، العدد بتاع اللاعبين اكتر من المدربين، فالمدربين ما عرفوش يركزوا مع الاولاد. اللاندسكيب اللي في النادي الناس بتتزحلق، يعني اكيد انت رحت النادي وشفتي. وقطاع الصراحه بقى في مشاكل كبيره، يعني غير كانت مشكله كلور طبعا كانت اكبر حاجه يعني، لكن يعني انت كنت بتقول ان في مشاكل كتيره جدا، يعني ايه اول او اكبر مشكله دلوقتي يعني مضايقاك ومش يعني عمليه تحط لها حل؟ اكبر مشكله ان المدربين بقى لهم 10 شهور ما بيقبضوش. 10 شهور؟ لان اللي كان بيتقال ان الموظفين بيقبضوا وبيدفع من جيب الاداره الخاص الاداره اللي فاتت، انه الموظفين كلهم واخدين فلوسهم. احنا جبنا كشف المدربين والمرتبات، كل قطاع بقى لهم 10 شهور ما بيبادوش، واحنا ان شاء الله الايام الجايه هنحاول نطلع المرتبات دي لكل القطاعات. الاولويه هتبتدي بمين؟ هتعمل ايه؟ بدانا بالسباحه، طلعنا السباحه، وان شاء الله الاسبوع الجاي هتلاقي كل قطاع بنحاول نطلع المبالغ دي للمدربين. يعني انتوا بتبتدوا تشتغلوا قبل ما تعرفوا النتيجه هتنجحوا ولا لا؟ لا ما انا بقول لك احنا طلعنا قطاع السباحه المرتبات، وان شاء الله الاسبوع ده هتسمعي كذا قطاع ورا بعض بنطلع المرتبات. في كمان مشكله دي برده بتواجه الاعضاء، المطاعم. ما اعرفش انت رحت نادي؟ اوكي. مفيش ولا مطعم براند في النادي، كل المطاعم انا اسف يعني سيئه. فاحنا برضو هنحاول نجيب مطاعم براند وبسعر مخفض للاعضاء. مصيف مطروح احنا عندنا 50 شاليه بس، احنا عندنا 100,000 اسره في النادي، اضربيها في 3 يعني 300,000 على 50 شاليه. فاحنا هنحاول برضو ان احنا ناخد نوسع الموضوع، بدل ما 50 نخليه 150 وناخد شاليه في ال كمل الحاجات اللي بقعد فيها كمل. اوكي. وبنحاول ناخد مصيف تاني في العين السخنه والساحل الشمالي عشان الاعضاء كلهم يقدروا يطلعوا ان شاء الله. لما بتقابل الاعضاء نادي الزمالك، ايه اول حاجه مثلا بيقولوها بتبقى كومن ما بين الاعضاء كلها؟ يعني اول حاجه مزعلاهم يعني؟ اول حاجه نادي اكتوبر، الناس بتتكلم كلها عن نادي اكتوبر، ان الناس كانت بتاخد المجلس القديم كان بياخد فلوس منهم من 2014 عشان نادي اكتوبر، ومفيش حاجه حصلت. ونادي اكتوبر احنا هنشتغل فيه يعني ان شاء الله لو ربنا كرمنا اول 18 شهر هتلاقي فيه جزء، عشان احنا هنفتتح النادي اجزاء، هنخلص الجزء بتاع الملاعب بكلاب هاوس صغير بحمام سباحه اولمبي، عشان بس نخفف الضغط اللي على النادي عندنا في طابا. وهل يعني طبعا كل اللي اتقال جميل واكيد يخص يعني اعضاء نادي الزمالك، ولكن هل في سيوله، هل في فلوس هتقدروا توفروا كل ده؟ لان مطلوب منكم تقريبا تحيوا النادي من اول وجديد، وكمان تعملوا مصيف ومشتى وفرع جديد. بس هي في لجان هتتعمل غير المجلس، غير ال 12 واحد، في لجنه تنميه الموارد دي الاستاذ محمد هتبقى ماسكها واستاذ هاني برزي، فالملف ده هم المسؤولين عنه. بس انا بقول لكم يعني الناس ما تقلقش.